يدخل فيه دائما ما بيحاول يحافظ على حقوقه طبعا. في اي وقت. يعني انت فيها ليها حتتين او جزئين. الجزء الاول انت بتتكلم ممكن حقوقك وكل حاجه، وبتتكلم على اشياء انت متاكد انها صح 100%، وفيها كمان حاجه وطنيه بقى. ايوه تمام، ان انت بتحاول ان الاجواء الرياضيه ما يبقاش فيها الاسلوب ده خالص يا كابتن اسلام. يعني انا النادي الاهلي من شويه كنا بنتكلم على الحته الشخصيه والحته المسؤوليه. انا شخصي مثلا ممكن اكون متسامح في حياتي، ممكن اكون متسامح مع حد، متسامح مع شخص، متسامح مع اثنين، متسامح مع ثلاثه، لكن مش هتسامح في حق جمهوري، مش هتسامح في حق لعيبتي، مش هتسامح في حق اسم النادي الاهلي الناديه. طيب انا مش قادر اقتنع لحد دلوقتي خالص ان يبقى في حد بيتطاول على الجميع بشكل رهيب جدا. يا راجل ده انت ممكن النهارده تقول عليك اخواني وبكره يقول لك انا ده زي احمد وامير، يعني مفيش مشكله. يعني انت بتحدد الخلاف، وبتحدد كمان وقت التصالح. لا مش بمزاجك وقت التصالح ده خالص. لا مش بمزاجك. ولو ده ينفع في كل المنظومه الرياضيه، ما ينفعش مع النادي الاهلي. لو ده ينفع في كل المنظومه الرياضيه، مش تكبر ولا حاجه، مش تكبر على حد، لكن النادي الاهلي بياخد الجميع، لكن لما هيجي في الترتيب الكل يجي وراه. الكل يجي في وراه. لو ده هينفع مع المنظومه الرياضيه، لا معلش، النادي الاهلي بالنسبه له ده ما ينفعش معاه نهائي. مع احترامي الكامل لكل واحد في المنظومه الرياضيه، مع احترامي الكامل لكل واحد في المنظومه الرياضيه، لو انت ده اسلوبك مع الجميع، مع النادي الاهلي، لازم تفتح جزمتك في بنطلونك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي ده تبقى عارف كويس قوي ان انت ما بتتكلمش على شخص، انت بتتكلم على كيان، بتتكلم على تاريخ، مؤسسه، بتتكلم على مواقف، بتتكلم على اداره، بتتكلم على جماهير، بتتكلم على حاجات كتير جدا. انا بدايه كلامي قلت لك على الجميع ان يعلم مدى تقديرنا واحترامنا وحبنا لجماهير نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك. طبعا مدى احترامنا، ومش ممكن التاريخ يقف عند شخص، مستحيل. يعني انا كنت قاعد ساكت يا ابن الحلال. يعني انت بتتكلم، بس انا اقول لك من تاريخ 30 مارس 2014 لحد دلوقتي كم موسم اتلعب؟ 30 مارس 2014 كم موسم رياضي اتلعب؟ 30 مارس اللي جاي بقى 6 مواسم. ماشي. لان 30 مارس ده كان لسه مخلص. انت عارف احنا خدنا كم دوري من الست مواسم دول؟ لا. ها؟ عارف بس. ولا انا هقول لك لا يعني. او 7 مواسم. ماشي. احنا خدنا 6. 6 دوري. خدنا 6 دوري. اوكي؟ وبيطلع يكلمك على المقارنه اللي بيننا وبينك. هي فين المقارنه يا ابني؟ انا فين المقارنه؟ انا مش شايف. فين الظابط؟ مش شايف. يعني انا مش شايف مقارنه بجد وحياه ربنا. ايوه. بس مش تقديرا من النادي، من نادي الزمالك. انا بتكلم على مش تقليلا. مش تقليلا. ابدا. فمش ممكن انت، مش ممكن انت تيجي تتكلم عليا بشكل فج كده وشكل فيه اعراض ونسب وسمعه، اوكي؟ وتيجي تحدد كمان المصالحه؟ ليه؟ انت بتتكلم على مين؟ طيب بما انك بتتكلم في هذه النقطه، خلينا نطلع نشوف جزء مهم من كلمه الكابتن محمود الخطيب.